هي الأسباب التي قد يترتب عليها تكوين حصوات؟ وبخاصة أن يعني في البيئة المصرية هناك أنواع من الأملاح قد تكثر دون غيرها، وعادات خاطئة فيها الكثير من قلة شرب السوائل أو أشياء من هذا القبيل. هو عموما تكوين الحصوات، لو احنا يعني قلنا الناس من اول، طبعا هو في تاريخ عائلي، فيه هو في التهابات متكررة، واخد بال حضرتك، في عيب خلقي، لان العيوب الخلقية مش بنقول صوت كلى بس، يعني في عيوب في الحوالب، في عيوب الكلى اللي هي زي حدوة الحصان، الاتنين متجمعين مع بعض كلية واحدة، الكلام ده كله بيبقى من العوامل، يعني اللي هي عملية ايه، الجريان نفسه اتأثر بضيق في الحالب، بالهرسيا، بدرن، الكلام ده كله يؤدي إلى تكوين حصوات. تمام. فدول ناس عرضة، الناس زي ما قلنا، الناس من قبل كده اللي عندهم سكر، فوجود ميكروب عندهم بصفة مستمرة لازم يبقى عرضة لتكوين حصوات، لأن الميكروب والأملاح داخلة في تكوين الحصوات نفسها.